السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا. عملية إجلاء عائلات من مزرعة قدور بالزيدية، ممر السكة الحديدية رقم 1 حي الإخوة بوحشة نحو مراكز حمادي كروما بولاية سكيكداغ، وهذا بعدما غمرت مياه السيول بيوتهم ومنازلهم. وكذلك تم عملية إنقاذ رجل من المذبح البلدي حمادي كروما، الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة والعلامة الكاملة لمصالح الحماية المدنية بسكيكداغ. الله يعطيكم الصحة.